حماه من بطولات للجيش الحر واستهدافات لهذه العصابة الغاشمة. ينضم إلينا من مدينة حماة وريفها سيف الحموي مراسل شبكة شام. السلام عليكم أخي سيف. نعم عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، حدثنا عن أهم التطورات والأوضاع الميدانية في مدينة حماة وريفها. نعم، ما يزال الوضع في مدينة حماة وريفها وخاصة الطريق الاستراد الدولي الواصل مورك وصوران بخان شيخون، ما يزال هناك اشتباكات عنيفة وبطولات يسطرها أبطال الجيش الحر والثوار والمجاهدون هناك، حيث دارت اشتباكات عنيفة على الطريق العام ومن الجهة الشرقية لمدينة مورك وسقوط العديد من قذائف الهاون على إحدى التجمعات الشبيهة بحاجز الغربال، ووردنا أنباء عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الشبيحة، وتم تدمير آلية للنظام على هذا الطريق. كما دارت أيضا اشتباكات من الجهة الشرقية لهذه المدينة، وأيضا الأنباء الأولية تفيد بتقدم المجاهدين على هذه الجبهة وأيضا ازدياد في عدد القتلى في صفوف قوات النظام. أما عن مدينة حماة فقد قام الثوار باستهداف مطار حماة العسكري بصواريخ جراد ردا على استهداف هذا المطار أحياء مدينة كفر زيتا بدفع من الصواريخ بعيدة المدى. كما قام الطيران الحربي بشن غارات جوية متكررة على مدينة مورك بالبراميل المتفجرة. بالتزامن مع هذه الاشتباكات أيضا قام الطيران المروحي بإلقاء براميل متفجرة على قرية اللحاية بريف حماة الشمالي. كما وردنا أيضا انسحاب حاجز الصياد بعد استهدافه من قبل المجاهدين بعد الضربات المولعة التي وجهها له إلى حاجز السلام. طبعا هذه المعركة هي معركة مشتركة بين مدينة حماة ومدينة إدلب نظرا لتأخر هذه المناطق، حيث يقع مدينة خان شيخون على الاستراد الدولي وتم قطع هذا الاستراد الدولي من مدينة مورك. هذا يؤدي قطع الامدادات عن باقي الحواجز لقوات النظام في مدينة إدلب منها وادي الضيف ومعسكر الحامدية وحواجز القوات النظام في هذه المناطق. الخبر اليوم الذي حدث أيضا هو ارتكاب مجزرة في قرية خربة الناقوس في سهل الغاب. قامت قوات النظام مدعومة بشبيحة وعناصر من الأمن بالدخول إلى هذه القرية أثناء صلاة الجمعة وقامت بتطويق هذا المسجد، أدى ذلك إلى اعتقال ومحاصرة جميع المصلين داخل هذا المسجد ومن ثم اعتقالهم واعتقال كل شخص فوق عمر 15 عام، ومن ثم قتل أكثر من 9 شهداء إلى الآن. وصلتنا أسماء 9 شهداء ارتكبتها قوات النظام في هذه البلدة. هذه البلدة هي بلدة صغيرة تقع في القسم الشمالي من سهل الغاب. أيضا هناك اعتقالات عشوائية قامت بها قوات النظام، بالإضافة إلى اعتقال بعض المطلوبين وكبار السن. هناك يعني حالة مأساوية جدا تعرضت له هذه القرية من حصار. هذه القرية محاصرة من كل الجهات بالحواجز الجيش الأسدي. حاول الثوار ربما ولو فعل شيء بسيط من أجل إنقاذ هذه القرية، لكن حصارها من الجهة الغربية بالمناطق النصيرية وحصارها من الجهة الشرقية بحواجز قوات النظام أدى إلى عدم المساعدة في ربما عدم وقوع هذه المجزرة. أما عن الوضع الإنساني في الريف حماة، ما يزال الريف الحموي يعاني بشكل كبير جدا من النزوح وأيضا يعني براميل النظام التي تستهدف معظم المناطق من كفر زيتا من اللطامية مدينة مورك صوران. الاشتباكات يعني هناك وضع مأساوي جدا من قبل النازحين. معظم الناس لا يجدون مأوى إلا ما من كان يعني يحاول النزوح إلى خارج سوريا أو خارج إلى الحدود التركية.
أو إلى مناطق ربما تكون بعض آمنة نسبيا في بعض قرى ريف إدلب الجنوبي، معظمهم يفترشون الطرقات أو الأراضي. الوضع الطبي سيء، هناك نقص حاد في الأدوية، نقص حاد في الكوادر الطبية، نقص أيضا في يعني السيارات الإسعاف أو إلى ما إلى آخره من المواد الإسعافية والأولية والطبية. نعم، كان معنا من مدينة حماة وريفها الناشط الإعلامي سيف الحموي مراسل شبكة شام، شكرا جزيلا.